I wanna be the very best that no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. اسمك شروق. باسل. كريستينا. حسن فتح. محمد. اسمه معتز. رضا. ياسوس. اوكي. اسمك ايه؟ اوكي. العب يلا. العب يلا. العب يلا. العادي ولا الشهرة؟ يا ابني اي حاجة. سكر. جاي استظرف يا ماما. علاقتك ايه بقى بالمراقبين في الامتحانات؟ هو النهاردة الحمد لله يعني غشيت غش جميل جدا. انا لو اعرف كنت ذاكرت امبارح، وانا بذاكرش غير يوم واحد. استنى بس، بص في ساعته. فين حسن؟ ما فيش حسن. انت نجحت ازاي؟ لا نجحت ازاي دي ما تسأليش بقى، طلاب كتير نجحوا ازاي. المواقف اللي انا اول ما بيخش عليا تعالى وانا ما عملتش حاجه، ده لسه اول لجنه، لسه حتى ما خدتش الورقه، يقول لي اطلع قدام بره. قوم يا بيه، قوم يا بيه، قوم يا بيه. ومره برضو المراقب دخل كده اللجنه، تعالى مصطفى، تعالى معتز، وكل واحد يقعد في بحر. طب وليه يعني؟ مش عارف. ولا عملت حاجه؟ لا انت بتعمل حاجه انت وفهم. ايه ده فهمي قاعد جنبه برضو؟ ده انا لسه بحكي له. ما عشان اغش وغشيت وطلعت، هو شك فيا، اتكربت على طول. لما تيجي جربت قال لي يلا قوم انت غشاش، انت تنزل تغش معاه وانت تطلع تكتب على طول. عم خد الورقه مني قاعد يرخم علينا من غير ما يعملوا اي حاجه. كنت انا عشان افتكر اسئله ده بكتب العناصر كده قدام السؤال، عناصر اجابه كده عشان احنا اداب تاريخ. السؤال اجابته 3 صفحه ولا حاجه، بس انت ازاي تكتب ورقه الاسئله وقطعها لي ووترني وكده. يا ضنايا. معقدين نفسيا. اشمعنى؟ انا بشوفهم كده. متاكده المشكله عندهم هم. وصف لي المراقب كده. تنح تي وسدخ كده، والله العظيم سدخ، كلهم صدوخ في قلب بعض. انت على وضعك. ده انا لا حسبي، ده انا جامد قوي. المراقبين دول كلمه؟ لا ده كلام، مش كلمه واحده. حسب الله ونعم الوكيل فيهم. بس يعني مع الاسف يابا الدنيا دي غابه ملناش مكان فيها. والله في واحد يعني مستقصدنا بقاله 3 امتحانات كده، لا بيسمعنا ولا بيشوفنا. وصفي لي المراقبين بكلمه. مع توهين. والله هو مش كله يعني، اللي في ناس لذيذه ممكن تبقى قاعده في وسطنا ونغش حد. بتعرف تغني؟ بعرف اغني. غني لنا طيب؟ نغني. لو كان عليك عارفك هتنسى في ثواني، مش هيفضى كتير مكاني، من الليلة ده انا هبقى ماضي وذكرى ليك. لو كان عليك صعب تبكي عليك عليا، مستحيل تحن لي، وانت بعت هوايا ضيعته بايدي. بيقولوا كده ان في 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 ولاد في اللجان في الجامعه بيظبطوا البنات، يعني بيكلموا معاهم بلطف في امتحانات كده علشان يغششوهم. ده حقيقي؟ لا انا ما شفتش لحد دلوقتي، بس يا ريت ان شاء الله. ان شاء الله.